السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وضي الكسو دو هذا برنامج كيني دبلوماسي وينو كويغ انو وحي كدع قدها دلك يوكرين ما انتو يهيد ما انتي افر بغولي صدح يا فرتناد اتاني امركي دلك او القلك وقبل ابي روشكو هوين دا وسيركو حيانك قاشان ديك كا دلك يوكرين هانا مالي روحي شاك تعين مدو دا كدق علامة يتولد استراتيجيك بخموت انا يسميين هورو مرلا بكي لو مترا اينا كاقبصدان عيد مدو روشكا دربادي بوسارد قاشان ديك دلك روشكا ايا ارينتا بينيسي كنات المانطي اني تاهي من مرن هبابنا ايدي مادا روشكا كبر بردقا لامي واغنر جروب رأيهين كوة تولادا انتا دو بدنقا عانتا كوهايا مدحوينا يوكرانيين تفلادا مرسلاسك واحا وشاقي حلق انانا يوكرانيين تسورة قلوهاين اني قادان ويرر كودي وينا واحا وشاقي ولي اني دبينيهين هباب مهيما يكاسو قيان دولدا رجل بيتكا لابدي تدباد اللي صورنا في مدحوينا سواحا وامد كوات كيسيني إلا سوء غير حلقي ويرهرده وقاضي لها بلتهاتن واحا وشاقي إنانا عيدة مدى سوارنتا ديارو واحين نينكا إسكالا عيدة مدى كبر بردقا لما روشكا واغنر جروبك واحا وشاقي وليني جرتو ديباتا دي لحر إرتردنكا هوبكا عيدة مدى سايو شاقي نانا هيسن وبابكو فلان سيدوكا لعيدة مدى رسميقا روشكا وانا هين كوغا عانتا كودقا يميلو البيع عيدة مدى سو قبتان دارونا يدرين عيدة مدى يوكرانيين تايا لشاقي مالين مدى مانتا هيديني بربروسي حروش دالك اللي قوكي دين جريو كوتا الله قوبل كبرانيسكي يدالك الروشكا وسارة دقاشان ديك يدالك الروشكا يتاريما يقوديها ايام وليكا سوصارين قرال الرين تهالا حريرا حلي بانا كتر سنة بدا قالي بارلمان كدالك مرايكن كايا كوية دي وسارة دقاشان ديك يدالك مرايكن كويناني لو داقين محكمة دا دين بيادة دقالك عدايما قفلونو لغو محكمة دايو مدحوينا دالك الروشكا فلادا مربوطين دولد مرايكن كايا نيادو غيب كاهين محكمة داس وحينا شيكتين ارين تاكا قاب سنايسو هاتن نحلبانا كتر سلامة غاليا كو عدادين يا مدحوين بايدن انو ارنتا فريق ليو محكمة دانا كعاوية سيدي فلادا ميربوتين لوصو قمان لها انكا سي ارنتا نتهاي ميدي ريوني يان حلي ايسو جيدان محكمة دا دمبيادة دقالدو ماها ميدا وودو له انا يسوق باتو مدحوينها دالك الروشكا دولدا يوكرين روشكا توركيغا يغرامة دا ميدو بي واحي كو دهال ليان غاب كل لوع اسبونا يسيلنا هاشيسكي قمد دو فينتا يوكرانيين تا مالا نمدي شان ايو سيركا رماها دباد دالك توركيغا مفلت كبسل اقو شاقي inu guyaran looga baahan yahay dawladda ruushka inay cusboonaysiiso muddo 2 bilood heshiiskaas dawladda ruushka ayaa iyadu sheegtay marka heshiiska inaan cusboonaysiinayn ilaa ay laga qaado cunaqabateynta saaran beerareed u dhashay dalkeeda todobaad dalay adduunka iyagu isu yaqaanay inay yihiin kuwa warshadaha ku hormaray ayaa sheegay inay kuwa u leeyihiin sidii ay ruushka ugu cadaadin lahaayeen sidii ciidamadiisa ugu la bixilaha gabi ahaanba ukraine haweeneyda wasiirka maaliyadda ka dalka mareykanka waxa sheegtay inay shaqeyn waayeen intooda badan cunaqabateynadii la saaray dalka هاتنا دولدها سويكوه وليهين سيدي اوكين لهايين قاب كالي ودولد دا روشكو لوغو عدادين كاروين عيدة مدى دا كلاب بحضا يوكرين مدحوينا يوكرانيين تفلادة مرسلاسكو واحا وشاقين وميل مريي شرعي لوغو حاكما دين يودو ديوغا يغو لوغو حد حرود دالكيسا شرعي غانا يو شاقين ولفنا برو يهي هديبا دولد دا يوكرين دوني سيني كمي نقوتو ميدو غيروب سيدو كلا مدحوينا يوكرانيين تفلادة مرسلاسكا ايا لو دي دي انو قاب فوغانا رقولها اللو هالكا اي كان عايسو هيست يوروب heesta yurub ayaa waxay tahay heesta mad walba la qabto dalka mid ee dalalka yurubna uu ku guuleysto gudiga maamulaya heesta ayaa sheegay inaan la siyaasadeyn karin waxaana markii ugu horeysay u diideen Vladimir Zelensky inuu ka hadlo hore ayuu Vladimir Zelensky uga hadli jiray meel ka soo reer yurub isugu soo baxaan si uu taageero ugu helo dalkiisa maalinimada sabtida ayaa la sheegay Vladimir Zelensky inuu la kulmay wadaadka ugu sarreeya madhabta Catholic ee diinta Kristanka wadaadka ayuu la kulmay halka uu degan yahay waa magaalo yar oo ku dhex taal magaalada Roma wadaadka ayaa indhowale buu wololeynayay sidii loo joojin lahaa colaadka socota Ukraine inkastoo wadaadkaas uu la safan yahay reer galbeedka hadii go'aan la eedeeyo dawladda Ruushka maxkamad ku taala magaalada Moscow ayaa maalmada maanta $8,600 ku xukuntay shirkadda Google qaybteeda Ruushka shirkadda ayay ku eedeysay inay xaysiisay waxyaabo ay ku buunbuuninayso dadka isku jinsiga isguursada kuna eedeynayso dawladda Ruushka dawladda Ruushka waxa sheegtay inay ku hawlantahay sidii ugu hortagi lahayd shirkad walba iyadu hanta ku bixisa inaana ciyaartooyda u dhashay dalalka Ruushka iyo Belarus ka qayb gelin ciyaaraha fudud ee sanadka soo socda ka dhacaya magaalada Paris dowladda Jabaan ayaa dhankeeda sheegtay inay ururinayso $1 billion ay siinayso dalalka Suudiimaha la wadaaga dalka Ukraine kuwaas oo sheegtay inay ka doonayso inay gacanta ku hayaan si wanaagsan ula dhaqmaan qaxootiyada ka barakacay dalka Ukraine wasaaradda gaashaandiga dalka Ingiriiska waxay sheegtay inay Ukraaniyiinta u gacangelinayso gantaalada Kruska ee ridada dheer wasiirka gaashaandiga Ingiriiska Ben Wallace ayaa arrintan ku dhawaaqay inkastoo dawladaha reer galbeedka indhowale ay balan qaadiyeen noocana sameeyeen
وبابكا دادير نانا او غان جلن اي اوكرانيين تا افايان كاقل كريمن الكا لوغا رمي دالك روشكا واحا ويداي تلابا دي دولة مرايكا كمانا نما دي شلا يقادا يا هيد اينا اي لعاقي كاحا نبتاقان عستاو داشا دالك روشكا كو ريجيني سي اوكرين وحاوشيك تلابا دا سوينة نقول اي سميد عواقب كادا لايا لغان حساب تما يو سفير كدالك كونفور افريكا وفر دي مرايكا كوحاوشيك دولة دا كونفور افريكا اينا اي سيجا سيكا لبا وعاوني سروشكو دقالك وكو دي اوكرين waxaa sheegay in kasoo baarlamaanka dalka Koonfur Afrika aanu meel marin in dawladda Ruushka la caawiyo hadana dawladda ka arimisa dalka Koonfur Afrika ay hubab sharci darro u gudbiso dalka Ruushka hubabkaasuna ugu dambeyntii noqday kuwa lagaga dagaalamay gudaha dalka Ukraine dawladda Shiinuhu waxa sheegtay in ay ergay sare u direyso dalalka Ukraine iyo Ruushka sidoo kale ergaygaas uu booqanayo dalalka oo ku yaala midowga Yurub waxa sheegtay dawladda Shiinuhu in ay habeen iyo maalinba u taagan tahay sidii uu soo afjar lahayd colaadda ka loo soo dalka Ukraine barse dawladaha reer galbeedka iska dhiga tiraan hadii goraal codsiyada ka imanaya magaalada Bechun waa inay joojiyaan gabi ahaanba hubaynta ay hubaynayaan Ukrainiinta maadaama hubayn la hubayay Ukraine ay sii kordhinayso muddada dagaalka ma filayno dawladaha midowga Yurub inay dhageysanayaan dawladda Shiinaha iyo codsiyadeeda iyo qababka ay doonayso inay u nabadeeyso dalka Ukraine maadaama ay dawladda Shiinaha horeba u sheegeen inay tahay mid u xaglinaysa dhanka Ruushka daawad yeelinta waxaan ku soo gabagabeynaynaa xogeyn ka soo ururinay wixii ka dhacay gudaha dalka Ukraine maanta ay ahayd maalintii 403-aad ee tan iyo markii dalka howlgalka uu ka bilaabay Ruushku dabcan wixii xogaha ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan xogahaana soo socda fadlan muuqaalkeena oo la yagareeya sheer gareeyo la wadaaga asxaabtiina aanay laawin like tiinay sheer tiinay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali oo idinka idin ka timid sidoo kalena waxay kor u qaadaysaa muuqaalka shaashada idinka muuqda waa mid hore idin dhaafay daawada ku xirnaada kanaalka mahadsanidin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هنزل 한 자이며